تكون وأنت يملأها الخوف. ملوك رهيبة، حكاية غريبة الحال، خيال فسيح، وصاد للريح، كنوز الأموال، حب أهوال وحياة. فيها رعاع جياع شطار، فيها أبطال وفيها أشرار، إعجاز ألغاز وفيها مصباح مسكون، قصص ألف تمتلئ خوف، حرية بحر ووزير، وجن في الجو يطير، تسمع مني أسطير ليلة وألف. مستعدون يا مولاي، سيصل الضيوف عند الساعة 8. حسناً، لن أكون موجوداً. ولكنه عشاء حكومي، أنت الملك، يجب أن تحضر. ماجد، أخبرني كم عدد المدعوين على العشاء؟ 12. صحيح، ما يعني أني الرقم 13. عفواً مولاي، أين ترغب أن تضع المصباح والآلة الموسيقية؟ هناك، عما تتحدث يا سيدي؟ الرقم 13 رقم سيء الطالع. حسناً، أنا لن أغامر أبداً. هناك سلم، وهناك هرة سوداء، وهناك أيضاً مرآة مكسورة. سأصاب بسوء الحظ من دون شك. يا مولاي، يجب ألا تخاف من هذه الأشياء، فهي لا تجلب سوء الحظ. من الأفضل اتقاء الحذر. أعني، هذه لن تضرني صحيح؟ دعني أخبرك قصة عن بلدة صغيرة كان سكانها يؤمنون بالخرافات، وعن الصبي الذي لقنهم درسا مهما. أرأيت هذا أبي؟ ألم يكن رائعا؟ ما سيكون رائعا هو أن تقوم بعملك كما يجب. ولكنني كنت منشغلا، انظر. كيف سينفعني هذا؟ ربما إن صنعنا واحداً أكبر فسيبردون في هذا الحر. يتعلم باقي الأولاد في القرية بعض المهارات المهمة، الاهتمام بحدوات الأحصنة، تصليح الأسيجة، وأنت هنا تضيع وقتك بهذه الاختراعات السخيفة. ما هذا؟ هذا كتاب استعرته وهو عن المغامرات. هل تعلم أن الشمس تشرق طوال اليوم في قمة العالم أبي؟ ها؟ نحن لا نعيش في قمة العالم، نحن نعيش هنا حيث تغرب الشمس كل ليلة، وستبقى الأمور على هذه الحال. أكمل عملك. وبعد أن أنهى عمله، رافق عمر والده لزيارة الرئيس المحترم في البلدة. أوه زوبان، أرجوك يجب أن تساعدني، فلم يعد باستطاعتي أن أراك أقرأ. إذن أمزجي بيضة بومة مع صرار الليل وريشة طاووس، هذا سيشفيك. أوه شكرا لك. سأساعدك، تفضلي انظري من خلال هذا. أستطيع أن أرى بوضوح. وما هذا؟ الأشياء مختلفة من خلال الماء، أرأيت؟ ما هذا الكلام العجيب؟ افعلي كما أمرت كي تشفى عيناك، والآن ارحل. أنا آسف زوبن، فابني لم يقصد إهانتك. ماذا تريد؟ محصولي، نحتاج مطر. نعم، يجب أن تحصل على المطر. أرجوك أجل. أبي، كيف لخليط يحتوي على بيضة البومة وصرار الليل وريشة الطاووس أن يحسن نظر الناس؟ لا أدري بني، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نفهمها. ولكن عمر أراد أن يعرف. وفي اليوم التالي ذهب إلى منزل رازا السيدة العجوز. مرحبا. ما هذا على عينيك؟ خليط بيضة البومة وصرار الليل مع ريشة طاووس. أوه، لقد أحضرت لك هذا. أوه مدهش، سيساعدك على القراءة. من فعل هذا؟ من تصرف هكذا؟ من فكر بهذا الحمار؟ أنا. أخبرني ما بالك يا فتى؟ تكلم، هل أنت أحمق؟ ماذا؟ ربط قوائم الحمار هي الطريقة للحصول على المطر، الجميع يعلمون هذا.
أجل. ولكن هذا سخيف. هذا ما يفعله الناس منذ قرون. لقد تسببت في إغضاب غيوم المطر جداً، وربما قد تمتنع عن إعطائنا المطر. هذا رهيب. لا مطر؟ حصل أمر غريب، لقد أحرق كتابي. كيف هذا؟ بالعصا التي أعطاني إياها. المزيد من العمل الغريب؟ أوه لا لا لا، هذا ليس عملاً غريباً، إنه مكبر. تسببت في تعطيل المطر والآن أضرمت النيران. لا، أنت لا تفهم. سكوت! لن تسبب المزيد من الضرر هنا. لم يعد مرحب بك في هذه البلدة يا فتى. ارحل. ارحل عن هنا. شعر عمر بالتعاسة لأنه جلب العار لعائلته، وقرر أنه من الأفضل له أن يرحل، فتسلل خارجاً في الليل وهرب نحو الجبال. يقومون بربط قوائم الحمار، ولكن ما هذه السخافة؟ كما أنه لا يوجد أي شيء خارق للعادة. هل تفرك هذا المصباح؟ مخلوق غريب، لم أكن أعرف أن هذه الأشياء موجودة. لست مخلوقاً غريباً، وهذا مصباحي، أعده إلي. أنا نزيم، ومن أنت؟ اسمي عمر، ما كان هذا الانفجار؟ أوه، إنه اختبار أقوم به. هيا تعال معي، سأريك. فحم الكبريت ونترات البوتاسيوم، خليط يعرف بالبارود. مادة خاطرة. ما هذا؟ أوه، استغرق الأمر 8 أشهر لأنتهي من بنائه. أتريد الشاي؟ أمضى عمر أسبوعاً برفقة نزيم وتعلم أشياء جديدة. أصدق، لقد عشت في هذا الكهف 30 عاماً؟ حسناً، كنت أعيش في بلدة مثلك، ولكنني طردت منها. لماذا؟ بسبب هذا. تفضل. مذكراتك؟ إنها لك الآن. هي، أخبرني، لما لا تأتي معي وتري الناس اختراعاتك؟ لا، لا، فات الأوان يا صديقي، هذا منزلي الآن، أنت أريهم. في الصباح التالي غادر الجبل. وعندما وصل إلى المنزل لم يجد أباه هناك، فتوجه إلى البلدة ليبحث عنه. إلى متى سنفعل هذا زوبن؟ أبي! أنت! طلب منك أن تبقى بعيداً. ما الذي تفعلونه؟ أرأيتم؟ لهذا السبب لم تمطر السماء. أنتم ترمون الرمل في الفضاء؟ هذا لن يجعل المطر يهطل. انظروا، عندي هذا الكتاب. هي، أعد هذا لي. انتهينا من هذا العمل العجيب. صحيح، أحرقه. هيا أحرق. هيا أحرقه. هيا أحرقه. نزيم، أعد إليه الكتاب زوبن. أتعرفان بعضكم البعض؟ أما قلت لك ألا تعود إلى هنا مجدداً؟ مهلا لحظة، أتقصد أنه هو من تسبب في طردك من هنا؟ لن أدعك تضعه في كهف 30 عاماً. إذن لقد كنت هناك طوال الوقت، وهذا ما كنت تفعله. لا! عبارات شريرة. أحرقه، دمره. نعم نعم، أحرقه. كريم، ماذا تفعل؟ أجل، أحرقه. أعطني هذا الكتاب. ربما علينا أن نبدأ بقراءة هذا بدل أن نحرقه. هذا الكتاب مليء بالأكاذيب. وما أدراك إن لم تقرأه أولا. بإمكانه التكلم مع الغيوم. صحيح. أوه لا، هذا هراء. أصغوا إلي، هذا وأمثاله تسببوا بانقطاع المياه. حسناً، إذن أظن علينا أن نصلح الأمر، صحيح؟ باستعمالنا هذا. ما هذا؟ إنه الفحم والكبريت ونترات البوتاسيوم. ماذا؟ إنه البارود.
أرأيتم؟ أيمكنك أن تجعلها تمطر؟ لا، ولكن زوبن يستطيع ذلك. إذن يمكنكم البقاء برفقته ورمي الرمل إن شئتم. مهلاً، عودوا، لا تستمعوا إليه، أنا قائدكم، سأجعلها تمطر. كل ما عليكم فعله هو القفز على رجل واحدة هكذا. جاهز؟ جاهز. أهلا بك من جديد. سيكون من الصعب جدا أن أعيش خارج الكهف. أنت فعلا عبقري وجذاب أيضا. ولكن سأعتاد على الأمر. أرأيت، قد تؤدي الخرافات إلى تصرفات سخيفة أحيانا. ماجد، هيئ لي مكانا على المائدة. حاضر يا مولاي. لن تبعدني أي خرافات سخيفة، ستحضرين أنت أيضا. عندها سنصبح 14. حسناً. والآن أستأذن، علي القيام بعمل ما. ما هو؟ علي أن أفك قوائم الحمار. Osnos.com is a video platform that immerses kids in new languages and different cultures the fun way. On Osnos, kids can watch shows from all over the world, plus shows they love like Sid the Science Kid, Paw Patrol, Barney, and the award-winning 1001 Nights in over 10 languages, including Mandarin, French, Arabic, Persian, German, English, and Spanish. In addition to streaming online, you can download your favorite shows onto your iPad or other mobile devices to watch on the go. Osnos is completely ad-free, and shows on Osnos are curated to teach social emotional skills, so the platform is fun, educational, and safe. At Osnos, we believe every kid can be a world citizen. Osnos.com, the best kids shows from around the world in 10 different languages.